لعيب سكواش محترف مصنف رابع عالميا دلوقتي، ولسه كسبان بطولة العالم سكواش الشهر اللي فات كانت في الدوحة. بقالي 14 سنة محترف، وآخر حاجة حققتها في الناشئين طلعت الثالث على العالم فردي وأول على العالم فرق. سكواش هو بالنسبة لنا إحنا هو بدأت الطفرة في التسعينات لما ظهرت بطولة الأهرام الدولية، وأحمد برادة ظهر في الفترة دي وأخد شهرة كبيرة. ناس كتيرة جدا، أولياء أمور كتيرة جدا، دخلوا أولادهم اللعبة وكنت أنا منهم، علشان شافوا مثل للعيب مصري قدر يحقق حاجة عالمية، وحسوا إن إحنا عندنا الإمكانية إن إحنا نقدر بمجهود كبير نقدر في الآخر نوصل ليبقى عندنا أبطال عالم. فهي البداية بدأت كده والقاعدة وسعت، وبعد كده ظهر بقى أبطال عالم عمرو شبانة وكريم درويش، ومن بعدهم من الجيل بتاعي بقى ظهر رامي عاشور، وبقى عندنا بدل واحد أو اتنين بقى عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة عالميا، وكمان السيدات حصلونا، وابتدى يظهر أمنية عبد القوي في الأول، وبعدين ظهرت بعد كده رنيم الوليلي، كان في إنجي خير الله ونور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر. الناس دي اللي هي بقت مسيطرة دلوقتي على اللعبة. فالحمد لله احنا على مدار 25 سنة قدرنا نطلع من لاعب واحد وصل رقم 2 على العالم لعندك في اول 10 على العالم رجال وسيدات اكتر من 5 لعيب. طبعا وانا طفل ده مش اختياري، هو الاهل هما اللي بيحددوا من نيابة عنك كل حاجة. فانا دلوقتي متهيالي من حوالي سن ما بدأت ابقى عندي 14 15 سنة وابتديت افوز ببطولات دولية ناشئين، ابتديت اشوف نفسي ان انا ممكن اكمل بعد كده، واحب ان انا اشوف نفسي في يوم من الايام بطل عالم. ده كان حلم بالنسبة لي كبير يعني، ولما اتحقق بقى الشهر اللي فات كان بالنسبة لي يعني حاجة مش عادية. هو بص، هو اللعبة اي رياضة احتراف دي حاجة معروفة، الخسائر بتبقى اكتر من المكاسب. يعني انت علشان توصل انك تبقى بطل عالم او بطل في اي حاجة لازم تقعد تخسر كتير كتير، وبتعلم من الغلطات دي لحد ما توصل. فانا كطفل الحمد لله كنت يعني كنت برضو بفوز ببطولات كتير، فكانت الخسائر بتعوض المكاسب بتعوض الخسائر. بس بعد كده في مرحلة الرجال هي اللي كانت اصعب، لان الخسائر كانت اكتر بكتير من المكاسب، فبتقعد تتعلم تتعلم تتعلم، بس تيجي في مرحلة ما طب وبعدين، تقعد تسأل نفسك طب وبعدين. انا لو لاحظت انا دلوقتي انا عندي 31 سنة داخل على 32، جيت في مرحلة وانا عندي 28 29 بدأت احس هو التأخير جاي منين. انا كنت برضو يعني في اول 10 على العالم، كنت رقم 7 على العالم، وده في حد ذاته دي مكانة كبيرة في السكواش. بس انا دايما انا عايز احقق حلم، عايز احقق بطولة عالم، عايز ابقى الاول. فبتيجي في مرحلة ما تحس طب ايه ده، انا السن انا ابتديت لازم اخد بالي، انا لسه كويس بس لازم ابتدي اخد بالي هو انا هحقق امتى. بس مع الخبرة بتلاقي ان لا، يعني دي حاجة برضو انا اتعلمتها، ان مع التقدم في السن الخبرة جت، وقدرت ان انا اطلع يعني اعمل طفرة في مستوايا لحد ما وصلت ان انا في السنتين اللي فاتوا دول وصلت نهائي بطولة العالم مرتين. اللي فاتت خسرت في النهائي طلعت التاني، والمرة دي الحمد لله قدرت ان انا احول الخسارة دي لمكسب واني افوز بالبطولة في الاخر. بطولة العالم ناشئين انا اشتغلت جدا جامد جدا، ان انا كان برضو كطفل اقرب حاجة لي كبطولة عالم هي بطولة العالم تحت 19 سنة. فانا كطفل قعدت برضو بحلم ان انا اكسب البطولة دي، بس احنا للأسف في الجيل بتاعي كان في رامي عاشور، كان بجد كان يعني عامل لنا ازمة يعني. هو ما شاء الله عليه كان متفوق جدا وموهوب جدا، ودايما كان سابق سنه، احنا قربنا منه في يعني هو كان فارق عننا كتير قوي واحنا 11 و12 و13 سنه، بس ابتدينا نقرب شويه في الحته بتاعت 17 18 سنه كده. بس ما هو برضو فرق هو كان ابتدى يلعب محترفين وبقى عنده تصنيف متقدم وكان عنده فرق خبره، فكان الموضوع صعب. مهما انا كنت اجتهدت ما عرفتش ان انا انتزع منه الفوز في البطوله دي، وصلت سيمي فاينل وخسرت منه 3-1، كانت مباراة قوية جدا، بس هو في الآخر بخبرته قدر يكسب. قلت بقى يعني ركزت بقى في بطولة العالم فرق اللي هي كانت بعدها بأسبوع على طول، قلت يعني برضو يبقى عندي لقب بطولة عالم في الناشئين أحسن من ما فيش، والحمد لله قدرنا كفريق نكسب البطولة وطلعت أول عالم فرق. حطيت ده بقى ورا ظهري خلاص، وابتديت التفت للاحتراف، يعني ان انا خلاص ماشي ما عرفتش احقق الحلم ده في الفردي الناشئين، احاول في يوم من الايام ان انا ان شاء الله احققه فردي الرجال.
وحصل الحمد لله بعدها ب 12 13 سنه، بس حصل الحمد لله. يعني اللي انا خسرت فيها دي انا برضو كنت شغال جامد جدا وموت نفسي عشان انا خلاص انا فعلا عايز اكسب، وعملت يعني فعلا عملت ماتشات كويسه جدا في البطوله انكلودنج السيمي فاينل، قدرت اني افوز على محمد الشرباجي 3-2، ودي كانت اول مره اكسبه من 6 سنين. يعني انا كنت كسبته قبل كده بس قعدت فتره 6 سنين، لو لعبنا ما لعبناش كتير قوي بس المرات اللي لعبنا فيها ما قدرتش افوز عليه، فكان بالنسبه لي هو العائق الاساسي في الدرو بتاعي في البطوله. فلما عرفت ان انا افوز عليه عارف بقى شفت يعني شفت ان انا خلاص يعني الحلم خلاص فاضل عليه خطوه واحده. بس طبعا كان عندي برضو في النهائي علي فرج اللي هو المصنف الاول للعالم، وده مش خصم سهل خالص، وانا كمان غير محمد الشرباجي كنت لاعب ماتشين تقال كمان قبله، فجيت على النهائي حاولت اقصى مجهود عندي، بس في الاخر خالص علي قدر باللياقه ان هو كان في حاله جسمانيه احسن، هو عرف يفوز بماتشاته بطريقه اسهل مني، وقدر ان هو يحسم المباراه في 4 اشواط 3-1. انا زعلت جدا مش هكدب عليك، زعلت جدا اول بعد يعني في اخر اول 15 دقائق من بعد ما خسرت، بس بعد كده فرحت ان انا تفكيري اتغير، لاني الدنيا ما بتوقفش عند خساره ماتش، بالعكس ده انا لازم احط لنفسي هدف جديد ان هو مش بس انا عايز اكسب بطوله العالم اللي جايه، لا انا كمان عايز اكسب اكبر عدد ممكن من البطولات عشان ابقى رقم واحد على العالم كتصنيف. وده ساعدني ان انا في خلال اسبوعين كنت لاعب بطوله تانية وصلت فيها النهائي برضو، يعني انا ما انكسرتش الحمد لله وما سبتش بقى الدنيا تنهار، يعني لا فضلت ماسك نفسي وخلصت الموسم بنتائج كويسه جدا، وعملت بقى استعدادات بجد الصيف ده عشان الهدفين دول ابقى رقم واحد على العالم وافوز ببطوله العالم اللي هي كانت في شهر 11 اللي فات. هما طبعا بيدعموني طول الوقت سواء كسبت او خسرت، هما كانوا عارفين ان الخساره كانت صعبه عليا، وهم كانوا اكشلي كانوا معايا في شيكاغو وقت ما حصلت وقت ما حصلت على المركز الثاني في بطوله العالم، ورانيم كانت مشاركه في البطوله وما توفقتش في سيمي فاينل، ومامتها كمان كانت معانا هناك، فهم قعدوا معايا يومها بالليل يعني عشان الظروف كانت صعبه شويه، بس انا الحمد لله يعني تجاوبت بسرعه، ما دخلتش في موجه اكتئاب يعني، لا بالعكس انا تقبلت الموضوع بسرعه. طبعا متضايق شويه بس قدرت ان انا يعني خلاص اشوف قدام بقى، خلاص اللي فات عدى وابص لقدام، بطوله العالم اللي بعدها كانت 9 شهور بس، يعني ما كانتش فرق كبير قوي في الوقت، فقلت خلاص احنا من دلوقتي هنركز بقى على ال9 شهور وعلى الموسم كله كمان. فلا هم كانوا بيدعموني طبعا وقالوا لي ما يهمكش، وكمان قالوا لي اصلا الاسبوع ده كان هايل، يعني انا عملت انجاز ان انا وصلت النهائي بالظروف دي وبالمنافسين اللي كانوا قدامي، فكان لازم ابص على الجانب الايجابي من الوصول للنهائي، يعني ان هو دي نتيجه كويسه قوي برده، التاني على العالم ده حاجه مش صغيره يعني. كل يوم له ظروفه وما تقدرش تتوقع اللي قدامك هيبقى حالته عامله ازاي، هيبقى متالق، هيبقى وحش، هيبقى انت نفسك هتجيلك اصابه لا قدر الله، هتبقى تعبان، هتبقى مش فايق مش مركز، كلها ظروف بتعتمد على اليوم ولازم تحضيرات وتركيز وبتعاني يعني بتتعامل مع حاله التوتر اللي انت فيها. فانا ما كنتش قادر خالص حتى يوم النهائي اني اقول ان انا خلاص واثق من المكسب، انا واثق في امكانياتي وواثق ان انا لو طلعت كل اللي عندي اقدر اكسب، بس هي ما بتعتمدش عليا انا بس، بتعتمد على المنافس بتاعي في اليوم ده. فانا مريت بماتش صعب جدا في دور ال16 في البطوله دي، كنت بلعب مع اللاعب القطري اللي هو يعني هو في ارضه وفي جمهوره قدر ان هو يتقدم عليا في الاشواط 2-1 و6-3 في الشوط الرابع، وده كان بالنسبه لي خلاص يعني انا على وشك الخروج من البطوله في دور ال16، لان هو لو كسب الشوط ده 3-1 الماتش خلص يعني. فعرفت ان انا الحمد لله ارجع بالنتيجه من 6-3 اني افوز بالشوط ده وافوز بالشوط الخامس، ومن بعدها الحمد لله يعني اعصابي ارتاحت شويه لان انا كنت تحت ضغط كبير يعني في اليوم ده، واخدتها يوم بيوم بقى، ما حاولتش يعني اسبق الاحداث خالص يعني. انا طبعا كان نفسي بس هي بطوله العالم للسيدات كانت الاسبوع اللي قبل بطوله العالم رجال، يعني ما كانتش في نفس الوقت، فهي كانت رانيم خلاص خلصت المنافسات بتاعتها وكانت حصلت هي على المركز الثاني في بطوله العالم بعد نور الشربيني اللي هي كسبت البطوله، وسافرت معايا بقى هي من مصر كدعم يعني في قطر يعني، فهي قعدت معايا الاسبوع كله
بتساعدني، وهي كانت خلاص تقبلت الموضوع وبقت كويسه. فهي يعني انا بشكرها اكيد، لان هي فرقت معايا جدا، هي واختي. اختي كمان جات لي من دبي قعدت معايا الاسبوع كله بتاع البطوله علشان بس يشجعوني ويدعموني، علشان الموقف بيبقى صعب، بيبقى فيه توتر اعصاب كتير. يعني انا مفيش فتره كنت واثق يعني 100% من ان انا خلاص انا كده كسبت، لانه انت يعني انا يوم النهائي ده فعلا زي ما انت قلت، انا شايف السيناريو اللي حصل المره اللي فاتت، وعايز بقدر الامكان ان انا لما ارجع الاوضه بتاعتي في الفندق بعد الماتش ما ارجعش حاسس نفس الاحساس اللي كنت حاسه المره اللي فاتت. الاعصاب غصب عنك لازم هيبقى ليها عامل، هتبقى متوتر، هتبقى قلقان. بس انا قعدت طول اليوم بتكلم مع رنيم ومع اختي ومع مدربي هيثم، ان احنا ازاي اهدى، ازاي افكر في خطه المباراه بدل ما اقعدش اركز في حاجات تشتتني. الهدف كله كان ان انا اركز في خطه المباراه، هلعب ازاي. وقعدوا يدوني الثقه في نفسي برضو، ان لا انت لازم تصدق ان انت عندك الامكانيه انك تكسب، وان انت الاحسن، وان ما نفكرش في اللي حصل قبل كده، هو احنا النهارده يوم جديد بظروف جديده. والحمد لله فعلا. انا كمان عامل الجمهور كان فارق معايا جدا هناك، لان كان في تشجيع كبير قوي من في جاليه مصريه كبيره هناك جت تشجعني، وكمان العرب اللي كانوا موجودين كانوا بيشجعوني، وده اداني دعم في الاوقات اللي انا ممكن ابقى قلقان شويه. لما بكسب كانوا بيشجعوني جامد جدا، بتديني دفعه ان انا لا انا يعني بتديني ثبات كده في الملعب، وده فرق معايا. انا قعدت كتير يعني كذا يوم بعدها بحاول استوعب الموقف، لان انت ما بتقعد 20 سنه نفسك في حاجه وبتجري وراها وبتحاول تحققها، وبعدين فجاه في يوم تحصل بتقعد مش مصدق نفسك. يعني انا فضلت قاعد مش مصدق نفسي شويه يعني كذا يوم بعدها، بحاول استوعب هو انا ازاي ده حصل، وانا في نفسي كنت بقعد اتخيل السيناريو ده كتير وانا بتمرن هنا. انا بحب العب لوحدي كتير، كنت وانا بقعد العب بقعد اتخيل اليوم اللي انا هكسب فيه، ونقطه المباراه هتبقى شكلها عامل ازاي، ولما هاخد الكاس هبقى بفكر في ايه وحاسس بايه، والسبيتش اللي هقولها، كل ده فكرت فيه فوق ال 100-200 مره في حياتي. فان هو يحصل كان زي ما يكون حلم كده، ان كنت حتى يومها داخل انام خايف لا اصحى الاقي ان الماتش لسه ما اتلعبش وان انا ما كسبتش يعني. بس طبعا مع الوقت ابتديت يعني فعلا افهم الموضوع واستوعبه، واحس بقد ايه حاجه كبيره بالنسبه لي حصلت واتحققت، وحمل اتشال من على كتفي برضه. لان انا طول ما انا كنت حاسس ان انا لسه ما حققتش اللي انا نفسي فيه، على طول عارف حاسس برضه في ضغط في الوقت، وان انا لازم الحق. وقبل ما مش عايز اتكلم في موضوع السن قوي، بس يعني عايز الحق يعني ان انا احقق حاجه قبل ما الوقت يتاخر. دلوقتي خلاص انا هلعب، داخل العب البطولات وانا متشال من على كتافي الحمل ده، وان انا بس مجرد عايز استمتع بالمستوى اللي انا وصلت له وبالنتائج بقى اللي انا ان شاء الله عايز احققها الفتره اللي جايه. يعني انا ما كنتش عارف خالص الموضوع ده، انا كنت عارف ان علي فرج ونور الطيب كانوا كسبوا بطوله امريكا المفتوحه مره قبل كده مع بعض، وكنت حاسس ان هو ده الريكورد. يعني ما كنتش متخيل ان في حاجه تانية ممكن تتحقق، لحد ما هم قالوا لي يوم الماتش الصبح. يعني هو يوم المباراه الصبح كان في انترفيو على المباراه مع البي اس اي، وقالوا لي ايه احساسك لو كسبت النهارده انك هتبقى انت ورنيم اول زوجين يكسبوا بطوله عالم في اي رياضه. فقلت لهم انا ما كنتش اعرف اصلا ان دي حاجه فعلا ما حصلتش يعني. بس طبعا وقتها حاولت ان انا ما افكرش عشان اركز بس في الماتش، بس بعدها طبعا يعني كنا فخورين جدا ان احنا عرفنا نحقق حاجه زي دي يعني. اكيد اكيد انبسطنا يعني هي رنيم اصلا كانت بتقول لي حلو، بس انا برده مش عايزه ده ياخد من الانجاز بتاعك انت لوحدك. بس انا كنت مبسوط يعني، حاسس ان انا طول عمري برده كنت عايز اكسب بطوله مع رنيم، فاحنا ما حققناش ده، بس بطريقه ما بقت انجاز لينا احنا الاثنين مع بعض يعني، حتى لو ما كسبناش في نفس اليوم يعني. فانا كنت فرحان بده وفرحان ان انا كسبت البطوله، فالموضوع كان بالنسبه لي كله حلو يعني. انت ما ينفعش يعني، انا بالنسبه لي مش معنى ان انا حققت بطوله عالم ان هي كده دي نهايه الطريق، لانه اي واحد في الدنيا بيكتفي باللي هو حققه وبيبتدي يخسر، يعني يخسر الدافع اللي عنده انه يفضل يشتغل عشان يحقق حاجات تانية. فانا خلاص حققت هدف، لازم احط لنفسي هدف جديد. وانا اصلا كده الموسم ده كان عندي هدفين، هدف ان انا اكسب بطوله العالم، وهدف اني ابقى رقم واحد على العالم. فرقم واحد على العالم ده بيتطلب ان انت تحاول تكسب بطولات كتير من البطولات الكبرى البلاتينيه، فده بقى هدفي الجديد. خلاص انا عايز اكسب اكبر عدد ممكن من البطولات بحيث اني اجمع نقط كافيه تخليني اطلع في الترتيب ابقى رقم واحد على العالم. الحمد لله احنا علاقتنا ببعض كلها كويسه، يعني ما حصلش ما بيننا في اي فتره من الفترات ان احنا عندنا خلافات
سواء صغيرة أو كبيرة مع بعض، وده مخلي الدنيا ماشية كويس. يعني احنا بنروح بنتنافس مع بعض بشرف، مفيش أي حساسيات ما بيننا. جوه الملعب أنا طبعا عايز أكسب، يعني بنسى مين اللي قدامي سواء كان مصري أو أجنبي، ما بفكرش خالص في الموضوع ده. أنا بفكر بس إن أنا الشخص اللي أنا قدامي ده إيه خطة اللعب المناسبة عشان عايز أكسب. بعد كده بنخرج بنبقى صحاب زي ما احنا، وعلاقتنا الحمد لله كويسه، وده رجاله يعني رجال وسيدات مش بس الرجال. يعني مقتنع اقتناع تام ان البدايه كانت من 25 سنه وقت ما ظهر احمد براده. لما بيكون عندك انت قدوه او مثل اعلى ده يعني مش متخيل بيعمل فرق كبير بالنسبه للاجيال اللي طالعه. يعني انت لما بتطلع في رياضه عارف ان انت عندك في واحد وصل بطل عالم، بتبقى شايف انت الهدف ده وبتسعى انك تحققه، فما بتحطش لنفسك سقف، لا انت بتبقى عارف ان انا اقدر اوصل، اقدر اعمل احسن. فانت عندك بقى مش واحد او اتنين بيحاولوا يعملوا كده، ده الاف الاف من الناس عايزه تعمل كده، فطبيعي ان الالاف دي هيطلع لك كتير. فاحنا هي كانت بدايه، هو عمل الصعب احمد براد ان هو كان اول واحد. طبعا كان في زمان في الستينات والسبعينات كده ابطال، بس حصل جاب وظهر هو بعد كده في التسعينات. البدايه دي عملت قاعده كبيره جدا للسكواش، افرزت ابطال كتيره جدا زي ما قلت لك، طلع عمرو شبانه وكريم درويش وبعد كده رامي عاشور، وكان في عمر البرولوسي وامير وجيه، كان في ناس كتيره جدا ظهرت يعني. فدول اجيال بقى بتسلم اجيال. وكمان في السيدات نفس القصه، في ظهرت امنيه عبد القوي اول واحده توصل، وكان معاها انجي خير الله، وبعدين بقى في رانيم، وبقى في نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر، يعني خلاص الدنيا. وفي هانيا الحمامي دلوقتي عندنا واحده من 19 سنه دخلت بقت من اول 10 على العالم في السيدات، وده انجاز كبير. فلا يعني هي بتمشي كده، بيبقى عندك بدايه بطل عالم بيظهر بيبني بيتسبب في بناء قاعده تحتي. انا الاسم ده انا ما اعرفش هم طلعوا بيه منين، يعني انا حاولت حتى وقتها لما رحت اسال الشخص، هو في معلق اسمه جوي بارينغتون هو اللي اطلق عليا الاسم ده، وانا كنت رحت اساله هو ايه الهدف، يعني ايه السبب من التسميه دي. يعني فهي الفكره ان انا في الملعب الحمد لله سرعتي نوعا ما مميزه، فهو كان بيقول لي يعني انا بتفرج عليك بشوف ان انت بتروح للاركان القدمانيه في الملعب بسرعه جدا وبترجع بسرعه جدا. فهي فكرته بحركة التعبان ان هو يعني لما بيجي يهجم بيروح ويرجع بسرعة. فانا فهمت بعد كده وجهة نظره لما هو حب يشبهها بالمنظر ده، بس طبعا الاسم بالنسبة لي غريب يعني مش عارف اتعود عليه لسه لحد دلوقتي.